إذا سنتعرف على طرح الأعداد العشرية. أول شيء غادي نقوموا بعملية طرح الأعداد العشرية نفس الطريقة اللي طبقناها مع طرح الأعداد الصحيحة الطبيعية، كنطبقوها مع الأعداد العشرية. إحنا شو كنعرفوا في الأعداد العشرية؟ كيكون العدد كيكون فيه جزء ديال الأجزاء، جزء صحيح وجزء عشري. الجزء العشري كيكون عندنا من بعد الفصيلة، والجزء الصحيح كيكون قبل الفصيلة. إذا غادي نتعرفوا الآن على طرح الأعداد العشرية بدون احتفاظ، ومن بعد غادي نتعرفوا على طرح الأعداد العشرية بالاحتفاظ. واضح؟ إذا نبدأ العملية الأولى. نعطيكم مثال، مثلا 29 فاصلة، ولا 100 وتبليتو، مثلا 429 فاصلة 200 ولا فاصلة 56 ناقص 108.32. واضح؟ إذا هذه العملية غادي نحسبوا الفرق هذين العددين. أول شيء بالنسبة لعملية الطرح، المطروح منه هو العدد الأكبر والمطروح هو العدد الأصغر. إذا بالنسبة لعملية الطرح غادي نوضعوها بشكل سليم، حيث أن الفاصلة خصها تجينا تحت الفاصلة، الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، الجزء العشري تحت الجزء العشري، الأعشار تحت الأعشار، أجزاء المئة بيتو أجزاء المئة ما كاينش هنا، أجزاء المئة تحت أجزاء المئة، أجزاء المئة اللي عندنا 5 تحت أجزاء المئة اللي عندنا هنايا 6، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، الوحدات تحت الوحدات. واضح؟ إذا أول شيء خاصني نوضع العملية بشكل سليم. إذا غادي نوضعها هنايا 429.56 ناقص 108.35. واضح؟ إذا تساوي دائما كنبداو من اليمين، 6 ناقص 5 كم تساوي؟ 1. غادي نكتبها هنا تحتهم في الخانة ديال أجزاء المئة. 5 ناقص 3 تساوي 2. غادي نهبط الفاصلة ننزلها حتى هي، 9 ناقص 8 تساوي 1. 2 ناقص 0، نعم 2. 4 ناقص 1 كم تساوي؟ نعم 3. حسن جدا. وبالتالي 429.56 ناقص 108.35 تساوي 121.21. واضح؟ جيد. الآن غادي نعطيكم مثال عملية طرح بالاحتفاظ اللي غادي نستعملوا فيها الاحتفاظ. واضح؟ إذا نعطيكم نقدروا نخليو هذا العدد نفسه المطروح منه، نغيروا غير المطروح، مثلا 400 ولا 348.67. واضح؟ يلا تبعوا معايا. أول شيء غادي نوضع العملية، ستة وخمسون ناقص هذا العدد الثاني، غادي نحاول نحترم الوحدات تحت الوحدات. هنايا عندي الوحدات هو رقم 8، غادي نوضعو تحت 9 اللي هو في رقم الوحدات، 4 في رقم المئات، إذا حتى 2 جاتنا في رقم المئات غادي نديرو تحت الاثنان، 3 في رقم العشرات بليتو 4 في رقم العشرات، إذا غادي نوضعها تحت الاثنان اللي في رقم العشرات، 3 رقم المئات غادي نوضعها تحت 4 اللي في رقم المئات،
غادي ندير الفاصله تحت الفاصله، 6 غادي نوضعها تحت الخمسه اللي هي في الاعشار، و7 اجزاء المئه تحت 6. فاش كنوضع العمليه الطرح بشكل سليم كنضمن صحه 50% من صحه الجواب، بالاخص الاعداد العشريه، طرح الاعداد العشريه. الفاصله ما توضعوهاش تحت شي رقم، الفاصله كتجي تحت الفاصله، الوحدات تحت الوحدات، الاعشار تحت الاعشار، واضح؟ الان غادي نبداو دائما من اليمين. اذا 6 ناقص 7 لا. نعم لا يمكن، حسن جدا. اذا 16 هذه غادي تقرا لنا 16، وهذه غادي تقرا لنا 6 زائد 1 اللي هي 7. اذا 16 ناقص 7 كم تساوي؟ ستة عشر ناقص سبعة تساوي تسعة. خمسة ناقص سبعة كم تساوي؟ ماشي عشرة واحدة، عشرة ديال الأعشار و واحد لثمانية، لأن هنايا راحنا في الوحدات وهنايا في الأعشار. إذا 15 ناقص 7 كم تساوي؟ غادي ننزل الفاصلة ما ننساهاش، عاد غادي ننتقل الوحدات. 9 ناقص 9 صفر. 2 ناقص 4 كم تساوي؟ نعم لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ عندنا اثنان اصغر من 4، وحنايا شنو قلنا؟ لان المطروح من دائما كيكون اكبر من المطروح. اذا شنو المعمول؟ نضيف، غادي نضيفو 10 عشرات لاثنان و 100 واحده لثلاثه، غادي تولي لنا 12 ناقص 4 كم تساوي؟ نعم 4 ناقص 4 كم تساوي؟ نعم حسن جدا. وبالتالي 429.56 ناقص 348.67 تساوي 80.89. واضح؟ بنفس الطريقة ومع احترامنا لهذه القواعد كاملين، كنقدر انني نوضع ونجز جميع العمليات طرح الاعداد العشريه، اما بغى يكون فيها الاحتفاظ او لا ما فيهاش. كنحترم القاعده ديال وضع كل جزء تحت الجزء ديال اللي كيقابلو، الوحده تحت الوحده، الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، الجزء العشري تحت الجزء العشري، الفاصله تحت الفاصله، وكنبدي من اليمين. واضح؟ نعم جيد.